كمان يا ولاد. اه يا مس، طب اه يا مس، الاسبوع الظهر عندكم؟ اه يلا نكمل. يلا قولي لي، عملوا ليتر يو، معنى كده ان الانجل سي بكام؟ الانجل ايه؟ سي دي سي. الانجل سي هتبقى 120. طيب اكتبها له ازاي بقى؟ اكتب الريزون الاول، اكتب ايه؟ هكتب له انا كنت عايزة اقول خلاص، as the sum of the interior angles equal 180، هيبقى الميجر سي ايكوال 180 ماينس 6 سي اللي هي 120. طيب بس في قبلها حاجة لازم اقول له، بيكوز او سينس ان بي ايه بارلل. ما انا هعرف منين؟ لازم يقول لي ان هما بارلل. بارلل لسي دي، يبقى انا هقول له على طول ميجر اوف الانجل بي سي دي ايكوال 180 ماينس ميجر اوف انجل اي بي سي. صح ولا غلط؟ صح. يعني ايكوال 180 ماينس 60 which equals 120 degree. طب وانا قلت عليهم كده ليه؟ عشان هم ايه؟ عشان هما انترفيو. سبلمنتري انجل، صح كده؟ صح. واكتب سبلمنت. تمام كده يا توتا؟ تمام. طيب نكمل بقى الكويشن بتاعنا. هو عايز بقى ميجر اوف انجل بي سي اتش كلها. هقول له from 1 و 2، ما انا جبت التو بارت بتوعها صح كده؟ يبقى هقول له from 1 and 2، يبقى الميجر اوف انجل بي سي اتش كلها بكام؟ 60 30 بلس 120 يدينا 150. صح كده يا ولاد؟ سهلة؟ تعالوا نكمل. ناخد انا ذا كويست. يلا شباب، ده كوتشن تاني برضو على البارالز. هنا لتر دي وهنا سي، بيقول لي ان دي كده 90 ديجري. اوكي، وهنا لتر اي، هنا بي، وهنا اتش، وهنا او. بيقول لي this line parallel to this line with this angle equals this angle. بيقول لي بقى find measure OBH. لا OBH معلش. يلا يا شباب مين يحل معايا؟ يلا يا ابدأي معايا كده. نعم يا مس. يلا ابدأي حلي معايا. ماشي. أقول الأنجل صح؟ أجيب الأنجل صح؟ قولي الريزن وانت استنتجتي منه ايه. لازم نكتب سنس ماشي. هقول له بس مثلا عندي مشكلة، هو دلوقتي الشكل اللي قدامي ده حرف F تمام، المشكلة. ها فأنا مش هينفع أقول اللي هي بارلل عشان هو كده هاخد جزء واحد. لا عادي، هتقولي بارلل وتجيبي اف. الاف هتستنتجي منها ايه؟ ايه هي؟ هقول له سي دي بارلل لمين؟ لبي ايه صح؟ طب واللتر صح. اف ده هتستنتجي ايه ايه؟ لتر ايه اف لما يبقى عندي لتر اف
سامعاني؟ من عند آخر الاسم، مين في الانجلز زي بعض؟ ما سمعتش اخر حتة، مش ينفع تقولها هو تاني؟ في حد مشغل تلفزيون، ليه مش؟ حد مشغل تلفزيون جنبه. طيب تاني، لما يكون عندي لتر اف تمام. استخدم ايه؟ دي رايت انجل، يبقى اللي تحتها تبقى رايت انجل، اللي هي مين بقى؟ بصي يعني اللي هي الانجل اي دي بي. زي الانجل دي اللي تحت اللاين، ادي تو لاين بارل لاينز صح، يبقى الانجل اللي تحت ولا الانجل اللي تحت اللاين. يبقى البي كلها بكام؟ ب 9. بس يبقى هكتب له since that، يبقى هقول له ايه؟ measure of angle A B O صح كده؟ equal كام؟ equal angle D T D equal 90 degree. طيب هم عملوا letter F، letter F ده اسمه ايه بقى؟ ايه اسمها ايه لما يعملوا letter F؟ اسمهم ايه؟ corresponding angles. تمام كده؟ ايه حاجة صعبة؟ لا طيب دي أول حاجة. تاني حاجة هو مديني ايه؟ إن الانجل دي قد دي، هو بيقول لي بي اتش بايسكت الانجل كلها. يعني ايه بايسكت؟ يعني بقسمها الاثنين. يبقى اقول له بيكوز البي اتش، البي اتش عندي بيقسمها تو ايكوال انجلز، بايس انجل اي بي او صح ولا غلط؟ صح. هو بايسكت الانجل، يبقى انا هستنتج ان الانجل اللي هو عايزها ايه؟ نص ال 90 كام؟ 45. بس كده تمام. يبقى ميجر تمام. انجل او بي اتش ايكوال 45 ديجري. سهله وقتها تمام. ناخد واحدة كمان. اديني كده تو تريانجلز، يقول لي هنا انجل A B C وهنا D، بيقول لي هنا الانجل هنا 30 degree والانجل هنا 30 degree و this equal this، وهنا دي كده 50 degree والسايد هنا كده 4 سنتيمتر. وبيقول لي بقى الكويستشن بتاعي، بيقول لي ار الترينجل بي اي سي اند الترينجل التاني دي اي سي كونجرنت. ده اول سؤال. then find measure of angle D ولينس اوف سي دي. يلا يا شباب، يلا يا محمد ابدأ معايا كده. احل الكويشن ده ازاي؟ احنا هنسأله كويتشن هيثبت له الأول هما ازاي هيطلع كونجرس. ماشي هنقول له الميجر انجل بي اي سي تمام ايكوال ميجر انجل دي اي سي. تمام يبقى انا هقول له بيكوز اول حاجه measure of angle B A C equal measure of angle D A C equal 30 degree صح كده؟ ده صح. أول حاجة. تمام وتاني حاجة نكتب له ال A B equal ال A D برافو. A B equal A ال A D. D طب في حاجة أنا كاتباها غلط هنا؟
الشركتين اللي فوق، الستريت لاين اللي برافو فوق. عليك، ما دام حطيت ايكوال ما ينفعش اكتبها. ماشي، في شرط كمان ناقص، ايه هو بقى؟ اللي هو والميجر، لا والاي سي، ايوه، اي والاي سي سي كوم سايد. از ا كومن سايت. حاجه ناقصه كده؟ طيب لازم هنا بقى احط الشرط عشان ما عملتش ايكو. نعم، لا مفيش خالص. قولي قولي عادي. لا ما كانش سؤال، كنت بجاوب. طيب ماشي، يلا. يبقى انا عندي تو تريانجلز ار كونجرنت ولا لا؟ طب رتبيهم معايا كده يا ان، عشان الترتيب اهم حاجه. يبقى ميجر اوف، يبقى ويتش تريانجل كونجريت مع ويتش تريانجل، لازم ارتب صح. مثلا انا هرتب لك اول واحد اي سي بي، يلا رتبي لي الثاني. ايه سي دي؟ برافو عليك. لحد هنا في حاجه صعبه يا ولاد؟ طيب لا يبقى البي 50، يبقى مين زيها ب 50؟ الدي، صح؟ صح ولا غلط؟ صح. مش هو عايز ميجر اوف انجل دي؟ فانا اه هكمل، سيب له اهو. يبقى measure of angle D هتبقى equal measure of angle B equal 50 degree، ادي هو عايز. طب ايه كمان؟ length of CD يبقى CD equal كام؟ 4. زي مين؟ زي CB، صح كده؟ واقول له ان صح. CD equal CB equal 4 سنتيمتر. فهمنا يا ولاد؟ يلا نكمل. كده المسألة دي مهمة قوي وبتيجي كتير أصلا، وهي سهلة جدا. تعالوا كده نشوف الليترز بتاعتي اسمها ايه. هنا A، وهنا كده F، D، X، B، وهنا C، Y، وهنا E. هو بيقول لي إن اللاينز دي كلها بارلل، و this side equals this side equals this side، ومن هنا لهنا بكام؟ ب 9 سنتيمتر. طيب بيقول لي بقى find the length of AY. يلا يا ام، عرفت تحليها معايا؟ ماشي، اكتب له سينس ايه؟ هقول له since AC equal 9 تمام. ف AY، لحظة
افتكرت. هنجيب بعديها هنجيب الناين نعملها divided by 2 3 sorry 3 هيدينا 3، وبعديها a plus y equal a e plus e y اللي هي 6. طيب ليه مش كل واحدة فيهم ب2 و1 مثلا؟ مين قال لك ان هم قد بعض؟ مش لازم اكتب له انا عرفت منين ان هم قد بعض؟ عرفت منين ان هم قد بعض؟ في شرطين لازم اكتبهم، امال انا بكتب بروف ازاي؟ لحظة ايه هي الرول اللي انت قلتي؟ علشان ماشي. ايوه قولي. لحظة علشان اللي هو ال A اللي مع A F بره ال ايوه E D بره ال Y X ايوه بره ال ده C اللي انا D، عايزاك تقوليه فبيقسمهم فعلا. ل line. ايوه لازم اكتبها، هقول له بيكوز اي اف بارلل للاي دي بارلل للواي اكس بارلل للسي بي. والشرط الثاني لازم الشرطين موجودين، ان الاي دي ايكوال الدي اكس ايكوال الاكس بي، يبقى انا هستنتج ايه؟ ان الاي اي ايكوال الواي الاي واي ايكوال الواي سي، صح كده؟ صح. لازم اكتبها كده equal 9 divided by 3 اللي هي 3، يبقى انا هستنتج خلاص ان ال AY يعني 3 plus 3 اللي هي ايه 6 سنتيمتر. فهمتيها؟ فهمنا نكتب البروف ازاي يا ولاد؟ لازم اكتب الريزون الاول، ما ينفعش احل كده وخلاص. تمام تمام. تمام يلا واحدة كمان. ادي كويستشن تاني. هنا دي وهنا ايه وهنا بي وهنا سي وهنا 5x وهنا 30 degree. يقولي find x. يلا يا ولادي، يلا يا محمد، نعم يا مس. يلا حل كده معايا دي. هو عايز الفاليو بتاعت الاكس. احنا هنعمل 180، ايوه هنعمل 180 ماينس 30. طب ما انا لازم اكتب الاول الريزون، عارف الريزون بتاعها ايه؟ ان بي بيلونج تو اي سي، عشان كده ده لاين واحد بس، فمن خلالها انجل اي بي سي ستريت انجل، لازم اكتب له كده. يبقى انجل ميجر او انجل اي بي سي ايكوال 180 ديجري، ده اللي الريزون لازم اكتبه. طب افرض البي اصلا ان لا هي مش كده، هقول له A و B و C on the same line، A B C on the same straight line، مش هما اللي كلهم على straight line واحد؟ طب هما لو مش على straight line واحد عاملين كده مثلا، اقدر اقول عليه الانجل دي 180؟ لا لازم يبقوا على straight line واحد، صح؟ تمام، يبقى ده الريزون بتاعي اللي بعرف منه ان الانجل كلها ب 180. يبقى انا هستنتج ايه؟ ان ميجر اوف انجل دي بي سي ايكوال، ها ايكوال ميجر انجل مش كلها ب 180؟ انت دي ب 30، يبقى اللي فاضل اجيبه ازاي؟ هنعمل 180 minus 30 يدينا كام؟ 150، صح كده؟ طب مش دي هي هيها 5x؟ الاكس هتبقى ب 30. ايوه هكتبها الاول 5x equal 150. طب انا عايزه اكس لوحدها، يبقى ودي ال 5 الناحيه الثانيه، هي هنا تايمز تروح الناحيه الثانيه ايه؟ بالديفايد او 150 divided 5 يطلع لك في الاخر الاكس ايكوال ايه؟ 30 ديجري. 30 degree. شفتها؟ تمام سهله يا ان. وهتمتحنوا امتى يا ولاد ان شاء الله؟
مشكلة مثل اللي احنا عندنا يوم جبر ويوم جيومتري. لا عادي، ما انتوا كبرتوا بقى خلاص، تمتحنوا يوم الألجبرا يوم كام؟ الجبرة يوم الاثنين الاثنين والجيومتري يوم اللي جاي؟ الثلاث. لا يوم الاثنين 14، يوم 14. يعني الاثنين اللي جاي؟ والجيومتري؟ يوم الثلاث بعديه على طول. تمام. انت نفس الجدول بتاعه برضو، انتوا نفس المحافظة؟ سامعاني يا ان؟ اه يا ميس معاكي. نفس الجدول بتاع محمد؟ اه تمام. طيب تعالوا بقى نحل كام كويستشن كده الجبرا. ماشي. حد عنده درس بعد ده يا ولاد؟ اي عندك درس الساعة كام؟ الساعة 5. انت يا محمد؟ برضو الساعة 5. مع ايه؟ طب طيب هنكمل الساعة بتاعتنا بقى عادي صح؟ لا اصل الدرس مش 5 بالظبط، الدرس 5 الا ربع. ما تقلقش هو اونلاين برضو. لا عندكم يعني في البيت ولا هتروح حتة؟ لا، هنروح المدرسة، بناخد درس في المدرسة. مدرسة حكومي؟ ماما المدرسة بتاعتنا مدرسة حكومي صح؟ ايه؟ بسأل عادي. هي ما فيش حد بيدي دروس في المدرسة إلا لو كانت مدرسة تجريبي أو حكومي، لكن في الخاص ممنوع يعني الموضوع ده، فأنا عرفت على طول كده. ايوه بس احنا مدرسة تجريبي. هم الوحيدين اللي عندهم الجرأة يعملوا كده في المدرسة أصلا. طيب تعالى هنا، السؤال بتاع الديستريبيوتيف بروبيرتي مهم جدا ولازم نحله صح. يلا يلا يا أنت حليه معايا. تمام. أول حاجة هنطلع 2 over 7 يس، ويبقى افتح براكت كده واحط جوه ايه. 9 plus 6 minus 1. برافو عليك، شوف هتطلع كام. 9 و6 15 minus 1 يدينا 14، يعني الانسر هتبقى 2 over 7 times 14، واحسبها على الكالكوليتر على طول اشوف هتطلع كام. هتطلع لي 4. لا 4. سهلة يا ولاد. اه تمام، واحد كمان ما شاء الله عليكم، انتوا يعني ممتازين بصراحة. لو انا جيت قلت اكس ايكوال negative 1 over 3 وال y equal 3 over 4 وال z equal negative 3 find number 1 y z plus 1 over 4 number 2 x y plus y z. يلا تعالى يا محمد كده حل معايا أول واحدة. y z plus 1 over 4 معناها إيه؟ اللي هو الواي والزد مضروبين في بعض هنعمل لهم بلس 4، بلس 1 اوفر 4. يبقى أنا هاخد ال y اللي هي 3 over 4 هعملها تايمز لل z اللي هي negative 3 واللي يطلع أعمله plus 1 over 4 صح كده؟ صح. يلا نكمل. 3 تايمز negative 3 يدينا negative 9 over 4، هزود عليها 1 over 4 صح ولا غلط؟ هتبقى ايكوال كام؟ الدينومينيتور زي ما هو، اعمل هنا نيجاتيف 9 بلس 1. لازم اكتب ستيبس، ما ينفعش على الكالكوليتر على طول. اوكي يدينا تمام. نيجاتيف 8 بلس 1 اوفر 4. يدينا نيجاتيف 8، سوري نيجاتيف 9 بلس 1 يدينا نيجاتيف 8 اوفر 4 يدينا ايه؟ نيجاتيف. سهله. يلا يا انا اللي بعدها. اكس واي بلس واي زد. اكس واي يعني ايه؟ يعني اعمل لهم تايمز. الاكس عندك بكام؟ الاكس عندي ماينس 1 اوفر 3 نيجاتيف 1 اوفر 3. هعملها تايمز لمين؟ 3 اوفر 4 للواي، ل 3 اوفر 4. واللي يطلع اعمله بلس لمين؟ واي تايمز ماي زد. الواي الواي هتبقى ماينس 3 الواي، 3 اوفر سوري 4. قصدي على الزد، تبقى 3 اوفر 4 وبعديها ماينس 3 تايمز بس ماينس بعد 3. كده ابتدي اشتغل. انا عندي هنا 3 فوق و 3 تحت، ايه اللي يحصل لهم؟ يصيروا مع بعض، يتفضل نيجاتيف 1 اوفر
4 4 بلس هنا في حاجة هتطير؟ نيجاتيف 3 تايمز 3 أيوة تبقى ماينس نيجاتيف 9 اوفر 4. طيب، نيجاتيف 9 اوفر 4 ونيجاتيف 1 اوفر 4 اعمل لهم بلس نيجاتيف 10 5، يدينا برافو نيجاتيف عليك نيجاتيف 10 اوفر 4. 4 نعمل 65 ديفايدد 2 فوق وتحت يدينا نيجاتيف 5 اوفر 2. سهلة يا ولاد، فاهمها يا محمد؟ فهمتها. تمام، ناخد سؤال كمان. The algebraic curve 7xy is of the space degree. قول لي يا حماده كده. هتبقى مثل السكن الجديد، ايه؟ السكن سكند، برافو عليك. عارف من جت منين السكند؟ عشان هنا الباور 1 والباور 1 لو عملنا لهم بلس يدينا 2، صح صح. كده؟ طيب سؤال تاني كده، يقول لي if the order of the median of sum of values is 4. Then the number of these values is what. يلا يا عين. حاضر يا ميس، هيبقى أول حاجة هنكتبهم 1 2 3 4 هيبقوا 7 7 برافو عليك. جت منين؟ هو بيقول لي 4 يبقى نمبر يبقى 4، قبليه 3 وبعديه 3. يبقى في 3 قبله و3 بعده 3 و3 6، وادي 1 اهو اللي هو نمبر 4، يدينا كام في الاخر؟ 7 values. برافو. طيب تعالوا نكمل. Find the number which lies on the third distance from the smallest and from the greatest. عشان افكركم بس بالرول دي، همشي واحدة واحدة. مين فاكر الرول؟ أنا فاكر يلا قولي. أبدأ بالفلوس ولا بالجريدة؟ انا عايزة الرول بس الاول، الرول بتاعت السمولست مثلا. الرول بتاع السمولست تبقى السمولست تايمز تايمز الثيرد بلس الثيرد. لا، smallest بعملها بلس، سمولست بلس ماينس والجريتست ماينس. smallest بلس ايه بقى؟ بلس سيرت ايوه اللي هي الفراكشن عشان معقول بلا تايمز تمس الدفتر. للماينس بتاعه، greatest minus smallest. الرول بتاع دي انت تحفظها زي اسمك، لو قال لي from the smallest هعمل smallest بلس الفراكشن اللي هو بيقول لي عليه، ثيرد فورث
هاف، ايا كان بقى. تايمز ابسولوت فاليو للجريتست ماينس سمولست، هو الرول، بس الجريتست بعملها ماينس، برضو نفس الكلام. الفراكشن تايمز اعمل ابسولوت فاليو جريتست ماينس سمولست. لحد هنا حاجه صعبه؟ لا لازم اول حاجه اقول مين فيهم الجريتست. الجريتست نمبر عندي هنا ايه، 3 اوفر 4 ولا هاف؟ 3 over 4. طب انا مش عارف، اكتبها على الكالكوليتر وتاكد واشوف مين فيهم اكبر، واللي سمولست هاف، عشان الفراكشنز ممكن تبقى انت مش عارف. تطلع لك على الكالكوليتر 0.75 وهنا 0.5، مين اكبر؟ ال 7 اكبر من ال 5 اكيد، صح؟ اصل دي مش 5 عاديه، دي 50، فدايما تقارن كده. مثلا قلت لك 0.32 ولا 0.2، ممكن واحد ذكي يقول لي 32 اكبر، اقول له مثلا هنا خلينا دي كده 4 مثلا، 0.4 و0.32. واحد بقى يقول لي 0.32 اكبر، دي 32 دي 4، اقول له غلط، اعمل بالانس كده 40 و32 مين اكبر؟ 40. او بص على طول هنا 3 وهنا 4، يبقى مين الاكبر؟ ال4. فهمناها يا ولاد؟ يلا بقى from the smallest، تبتدي بقى from the smallest، اكتب الرول بتاعتي، مين اللي smallest؟ 1 over 2 تو بلس، ارجوك اعمل لي براكت كده، اكتب فيه الفراكشن بتاعي. هو بيقول لي ايه، third صح؟ third معموله تايمز للديفرنس بتاعهم، يعني 3 over 4 الكبيره ماينس الصغيره اللي هي هاف. وتبتدي تحل حاجه حاجه بقى في البراكت جوه، وسيب سيب السمولست دلوقتي على جنب. يعني انا لما هاجي احلها هكتب ازاي؟ هقول له كده ايكوال هاف بلس، اخلص اللي جوه ده الاول، ادي 1 اوفر 3 زي ما هي تايمز، احسب دول على الكالكوليتر اللي في ايدك هتطلع لك ايه، 1 اوفر 4. تمام يا ولاد؟ تمام. يعني دي اول حاجه بحسبها الايه، الديستنس بتاعها. بعد كده هكمل عادي خالص، ادي هاف بلس، اعمل لدول تايمز 1 تايمز 1 ب 1، 4 تايمز 3 ب 12، وبعد كده اعمل لهم البلس. تمام يا شباب؟ واستخدم تمام. الكالكوليتر على طول، هيدينا 7. ما يا شباب تمام. يلا بقى ناخد from the greatest، اهو هقول له اهو from the greatest، هكتب الرول تاني اهو، ال greatest يا teacher greatest minus، افتح bracket fraction times the distance اللي هي ايه، absolute value. طبعا ال absolute value عشان ال negative numbers، ها اوعى ننسى ال absolute value، absolute value ال greatest minus ال smallest. اوكي، absolute value بتبقى مهمة جدا عشان لو طلع لك decimal sorry negative، بس كده كده مش هيطلع لك negative لو انت كتبت greatest minus smallest، لو هما تمام. two numbers يعني. يلا نكمل، ال greatest عندي ايه، 3 over 4 minus، افتح bracket third times another bracket في absolute value من 3 over 4 minus ال half. مين ابتدي بيه يا ولاد؟ ال distance صح ولا غلط؟ صح. minus open bracket 1 over 3 times، يطلع لك هنا 1 over 4، تخرج من ال absolute value 1 over 4 برضه واحسبها، تطلع 3 over 4 minus 1 over 12، احسبها على الكالكوليتر. واحد تاني عايز يعملها بايده مفيش مشكلة، هعملها بايدي ازاي؟ اهو هقول له هنا times 3 وهنا times 3 عشان يبقى الدينومينيتور بتاعي 12، يبقى 9 over 12 minus 1 over 12 8 over 12. 8 over 12، يبقى نحسب اللي فوق تاني كده معلش، 1 half over 4، انا غلطت هنا، 1 over 4 يبقى 1 over 12. ثانية يا ولاد احسبها على الكالكوليتر، المفروض يطلعوا زي بعض. لا مش زي بعض طبعا، ده احنا هنا بنقول from the greatest to from the smallest، معلش انا اللي سرحت. فتطلع 8 over 12، نعمل لها simplify divided by 4 هيدينا 2 over 3. سهلة يا شباب؟ افتكرناها الديستنس؟ اوكي.
في حاجة معينة طيب انتوا بتحبوا يعني نراجعها مع بعض؟ انا برضو عايزة أأكد على الفاكتورايزيشن. تمام ماشي. تمام. واحدة. طيب أي حاجة raised to power 0 بيدينا كام؟ 1 1. طيب لو أنا جيت قلت لك مثلا what is the greatest negative number؟ نيجاتيف 1 برافو، يبقى greatest negative number is negative. طيب لو أنا جبت question تاني كده بقول لكم 3x minus y all times x plus 5y equals 6x power 2 plus 13xy minus what. مين يحل معايا ده؟ واحد يلا ميس ايوه انا معاك، ما انا بقول لك يلا. هو انا اللي هحل. تمام ماشي. احنا عايزين اخر واحدة يبقى تبقى واي تايمز 5 واي نيجاتيف واي تايمز 5 واي برافو، يديكي كام بقى؟ هيدينا نيجاتيف 5 واي بار 2. برافو عليك. ممكن اغير لك في السؤال واكتب لك كده مثلا 2x minus 3 و 3y all times negative 2x plus 2y. تعالوا نحلها مع بعض. يلا يا محمد، احل الكويشن ده ازاي؟ هنعمل مثل نيجاتيف 2x وال 2x هيروحوا مع بعض. لا احنا بنعمل تايمز. تايمز هيطلع كده وانا عارفه كده. نيجاتيف ايوه 4x بار 2. نيجاتيف 4x باور 2. بعد كده بعد كده عشان اجيب اللي في النص اعمل 2x تايمز 2y تمام ونيجاتيف 3y تايمز نيجاتيف 2x. ماشي، هعملهم على جنب عشان ما نتلخبطش، صح كده؟ تمام تمام يلا، دي تطلع لي كام؟ 4x y 4xy، وهنا تطلع لي كام؟ 6x y 6xy. عامل لهم بلس يدينا كام؟ 10x y يبقى 10xy. عارفاها كده يا ان، بتحليها بنفس الطريقة دي ولا بطريقة تانية؟ ان سامعني؟ ان مش سامعاك مش سامعاك بتحليها سامعاك بنفس الطريقة دي؟ تمام، ما دام بتحلوها بنفس الطريقة خلاص مش هقول لكم طرق تانية. يلا نيجاتيف 3 تايمز 2 يدينا نيجاتيف 6، واي تايمز واي يدينا واي باور 2. سهلة يا ولاد، هي حاجة صعبة؟ لا طب مين يقول لا لي الإيكويشن دي من ال يعني وات ديجري؟ الديجري بتاعتها كام؟ الإكويشن اللي هي أني واحدة هي اللي احنا كاتبينها دي من سكن من ايه؟ هيبقى ساكن. سكن أوه. طيب لو انا جيت قلت لكم if x plus 4 divided by x minus 7 belongs to q، then x not equal what؟ يلا محمد. هيبقى x not equal 7 برافو. طب لو جيت نفس الكويشن ده اغير لك فيه شويه، اقول لك مثلا واحده
يلا يا شباب، يلا كده يا ان، يا ترى ال x equal كام؟ ال x equal 7. برافو. ما هو قال لي not rational، يبقى x minus 7 هي دي اللي في 0، اودي 7 الناحية التانية يبقى ال x عندي بكام؟ ب 6. برافو. طب ال question الأخير اللي ليه علاقة برضه بده، عشان تبقوا عارفين كل الأفكار بتاعته. لو انا جبت لك كده، يلا يا شباب، يلا حم. ايكوال زيرو يبقى الاكس هتبقى بنيجاتيف فور. برافو. فاهمها يا اندي؟ اه تمام. another question، لو انا جيت قلت the additive inverse of 2 over 5 all to the power 0 is what؟ يلا ايه؟ هيبقى 1. ها، وانت ايه رأيك يا محمد؟ أقول نيجاتيف 1. طيب اول حاجة انا لازم صح، احل ده. اديتيف هيبقى نيجاتيف 1. سوري شفتها ايوه، المفروض دي. هنا الانسر 1. طب هو بيسأل ايه على الاديتيف انفرز بتاعي؟ نيجاتيف 1. انت الغلطة دي؟ اه تمام. انا بس شفت الاديتيف والمولتبليكيتيف فقلت اوكي. طيب لو انا جيت قلت مثلا factorize 4x power 3 minus 6x power 2 minus 8x، احله ازاي ده يا ولاد؟ مين يعرف يحله معايا؟ اجيب الهايست كومون فاكتور. نعم، اجيب الهايست كومون فاكتور. برافو عليك. لازم اول حاجه اخد هايست كومن فاكتور بره. مين الهايست كومن فاكتور بقى؟ التويف 2 2x. ممتاز. يفضل جوه ايه؟ 2x برضو برافو. ماشي. بعد كده 3x ماينس 3x، بعد كده ماينس ماينس 4. 4. بعد كده ما تسيبهاش، لازم اعمل فاكتورايزيشن. مين يكون معايا فاكتورايزيشن؟ فاكتورايزيشن مين المجرم اللي بيزعق ده؟ ليميت. لا لا، تبع مين فيكم؟ أخوي ربنا يخليه لكم. يلا يلا نعمل فاكتورايزيشن بقى. ايه، مين يفكر لي فيها كده؟ مش هي دي فاكتورايز برضه؟ اه، شوف هتنفع ولا مش هتنفع، نجرب نشوف لا هتنفع ولا مش هتنفع. امس مش هتنفع. خلاص هسيبها، لو نفعت هعملها. طيب انت عندك رأي يا محمد، هتنفع ولا لا؟ لا هي فعلا مش هتنفع. طب انتوا تعرفوا تتأكدوا منين؟ ان انا اشوف اجيب الهايست كومن فاكتور بتاعهم واشوف اذا كان 2 اصلا ولا لا. اوكي. اه لا، ده انتوا لسه السنة الجاية ان شاء الله تاخدوا بقى الفاكتورايز والحاجات دي. ماشي تمام. ناخد انهي كويستشن تاني؟ اه ايه ده، هو بيعمل لوحده حاجات غريبة. مش عارفة يا ولاد، في حاجات بتتمسح ازاي؟ مش عارفة ايه ده.
الحمد لله انتوا كده كنتوا عارفين الكويشن ده. تعالوا ناخد كويشن تاني يا ولاد. كده المراجعة بتاعتكم تبقى يوم الأحد ويوم الاثنين، صح كده؟ تمام. لو انا جيت مثلا قلت اد او بلاش الاد، نحل اللي يجي الاول. find three rational numbers lying between 1/5 and 1/2. حلو زي ده يا ولاد، اخلي بس الدنمارك شبه بعض الاول. برافو عليك. اخلي الدينومينيتور زي بعض، اعملهم تايمز كام هنا وهنا؟ عامل تايمز 2 اب اند داون، وهنا اعمل تايمز 5 اب اند داون، صح كده؟ صح، اوكي، هيبقى 2 اوفر 10، وهنا هيبقى 5 5 اوفر اوفر 10. طب اجي اجيب اللي ما بينهم هيطلع 3 4 بس. طب ده انا 10 عايزه اثنين كده، ها عامل لهم تايمز 10. برافو، اروح مزود زيرو هنا، تايمز 10 اب اند داون، تايمز 10 اب اند داون. في نمبرز كتير ما بينهم ولا لا؟ اه، يبقى مثلا واحد يقول لي 30 اوفر 100، 40 اوفر 100، صح؟ واحد تاني يقول لي 15 اوفر 100، صح ولا غلط؟ كلهم صح. ممكن واحد يعمل سمبليفاي، اه يبقى افضل كمان. يبقى النمبرز بتاعتي 3 اوفر 10 و4 اوفر 10، واعمل هنا ال 15. واحد تاني يقول لي لا انا مش هكتبها 15 عشان انا عارف اعملها سمبليفاي، هكتبها 25 اهو، عشان 25 اوفر 100 يدينا ايه؟ 1 اوفر 4. طب ايه ده، مش ممكن اعمل سمبليفاي هنا تاني؟ ديفايدد باي 2 فوق وتحت، اه يبقى 2 اوفر 5. سهله يا ولاد، فيها اي حاجه صعبه؟ لا السمبليفاي تمام. اه تمام، احنا الحمد لله كملنا الساعه اهو. يعني اسيبكم عشان هي مثلا فاضل بتاع 5 دقايق ونعوضهم الحصه الجايه، بس عشان خاطر تلحقوا الدرس بتاعكم بقى. تمام، تمام تمام عايزاكم بقى هنا لحد الامتحان بتاعكم تحلوا كده الامتحانات، وكل واحد مثلا عنده سؤال مش عارفه او جيومتري او مش فاهمه او مش عارف يكتب البروف مثلا كويس، عارف يحل مش عارف يكتب بروف، استاذنكم بس نعلم عليهم ونحلها مع بعض ساعه الريفيجن ان شاء الله. تمام الريفيجن يوم الاثنين هتبقى الساعه 8 بالليل، ماشي كويس معاكم؟ يومي يوم المراجعة يوم الأحد والاثنين. لا، عندك حد؟ يوم الأحد نعم؟ الساعة 8 مش هينفع، عشان بيكون عندي درس قرآن الساعة 8 9. آه، هيبقى عندك قرآن وتاني يوم الامتحان؟ لا أنا عندي قرآن بس يوم الأحد. طيب نخليها 7. 7 لأن مش مناسب معايا الصبح خالص في اليوم ده. يوم الأحد الساعة 7 اه ماشي. ماشي، والاتنين برضو الساعة 7. ميس، يوم الأحد مش هينفع معايا الساعة 7. ليه؟ عندي ساينس. وانتي عندك امتحان تاني يوم ماس، هتاخدي ساينس ازاي؟ ما مش هينفع. طب امال انتوا عايزين المراجعة الساعة كام؟ ممكن أي وقت، بس ما يبقاش الساعة 7. الساينس بتاعك الساعة كام؟ الساينس بتاعي بيبقى، الساعة 7 للساعة 8. بس الغضب. طيب ويوم الاثنين؟ يوم الاثنين يا ان معاكي الدنيا 7 تمام؟ يوم الاثنين الساعة 7. انت قلتي الساينس الساعة 8؟ ساينس يوم الأحد الساعة 7. ده اونلاين برضو؟ ايه؟ لا برضه. تاخدي الواحد ما ينفعش. طيب الميعاد يتغير فيها ولا ايه؟ إيه، مش هينفع الصراحة عشان احنا بناخد في مجموعة.
هعرف اديها لك قبل كده. طب هظبطها كده واشوف، لو هعرف اديها لك يوميها اديكو بدري عنها تبقى 6 ولا لا، اظبط كده واقول لك. تمام يا باشا، تمام تمام. اقول لكم، ده بس يوم السبت، الاثنين اكيد الميعاد الساعه 7، تمام. ايه يا اما تخلوها بقى الساعه 9 بالليل بعد ما تيجي تخلص قران وهي تخلص الصيام، لاني مش هعرف اخليها لكم قبل 7. ما انا مس هبدأ يمس درس القرآن الساعة 9. طب انا هقول لك على حاجه حلوه، هعمل اتفضل. لكم حاجه الالجبرا يوم الجمعه الصبح شوف الجواز الساعة كام؟ الساعه 9 الصبح. لا 9 عندي درس ساينس. تمام، انت عشان كده انا عارفاه 9 يا مس عندي درس ساينس. والله العظيم. انت عندك امال انت فاضيين امتى يوم الجمعه؟ يوم الجمعة مش ورايا حاجة الساعة 8، لا عندي شيء. لا 8 بالليل، لا انا مش عايزه بالليل الجمعه، انا عندي أنا جروب مش بقول، مش بقول 8 بالليل، يعني مش بقول 8 الصبح. 8 الصبح، وانت معاك 8 الصبح. تمام 8 الصبح؟ لا مش فاهم. أو 10 الصبح، طب 10 تمام. ماشي. المشكله ان انا المشكله ان انا مخلص درس الساينس الساعه 11 ونص، عشان الصبح طب لو ينفع بعد الصلاه ماشي. ما هو انا عندي حبيبي وقت، عندي كذا حصه ورا بعض. طب انت بس على لسه الفاصل، كام لكام كده يا محمد؟ معلش، انا الايام بس اللي فاضي فيها لا انت الجمعه دلوقتي الساينس من كام لكام؟ الساينس من الساعه 9 لحد الساعة 11 ونص. 2:30. اه ده اونلاين؟ لا طب حاول حتى هناخدها من 8 ل 9. طيب ده انا هشوف كده وارد على حضرتك. طب رد عليا اكيد الله يكرمك دلوقتي عشان اظبط دنيتي على 8 ل 9، ابقى مفضيه نفسي. ده في ثانية واحدة بس كده يا سلمان. طيب مش انت من 8 ل 9 تمام يا ام؟ لا يا مش، انتي من 8 ل 9 تمام معاكي صح؟ ويوم الجمعة ما دام الصبح اوكي. تمام. ولو عايزين ناخد المراجعة من 8 ل 10 الجبرا وجيومتري براحتكم مفيش مشكلة، ماشي يا مس، يعني ناخد الساعتين الجبرا وجيومتري تمام، ما عنديش مشكلة خالص، بس هو يظبط الدنيا عنده في المواعيد. معلش يا مس لا مش هينفع، احنا ممكن نخليها يوم الاربعاء ويوم الخميس، دول الايام اللي انا فاضي فيها. الاربع اللي جاي؟ اه دول الايام اللي انا فاضي فيها. طيب طب انا هقول لك، انت عندك حاجه يوم الاربع؟ يعني يوم الاربعاء ما عنديش غير الدرس الساعة 2:30 ودرس الساعة 8 الا ربع بس. 8 الا ربع ماشي. وانت يا ان يوم الاربع؟ يوم الاربع عندي مليان، مش هينفع. عندك ايه؟ يوم الاربع عندي مليان، مش هينفع. طب والخميس؟ الخميس ممكن. ايه الساعة كام بالنسبة لك؟ عندك دروس الخميس؟ الساعة كام الدروس؟ عندي دروس الساعة 5، الساعة 5، 5 إلا ربع. وانت عندك دروس الخميس يا محمد؟ ما عنديش بس غير درس الساعة 1:30 ودرس 5 إلا ربع. طيب يبقى كده ناخد يوم الخميس الساعة 7 ماشي الصبح 7 بالليل يا ماشي. إما الساعة 10 الصبح، إيه رأيكم؟ لا نخليها 7 بالليل. حلو. طيب يبقى، طب أنا هقول لكم بقى عشان لخبطة المواعيد دي، تحبوا إن إحنا ناخد الريفيجن بتاعت ليلة الامتحان ناخد الساعتين ورا بعض من 7 ل 9 مراجعة الجبرا وجيومتري يوم الحد؟ يوم الخميس اللي جاي ده؟ يوم الخميس من كام عشان لكام؟ حتى تقدروا تذاكروا من 7 ل 9 من او 7 من ل 9. 6 او من 6 ل 8. بس عشان انتوا عندكم حصه الساعه 5 الا ربع، من 7 ل 9 يا ولاد. من 7 ل 9 ماشي ان شاء الله يوم تمام الخميس. اوكي اوكي. وانت يا محمد؟
لا يا ميس مش نافع عشان هيكون عندي تمارين، بخلص ما تمارين يا الساعة جماعة سبعة، كده أنا مش عارفة أحدد ميعاد معاكم والله، يعني أعمل إيه طيب؟ بخلص تمارين 7:30. طب أنا أعمل لك المراجعة إمتى طيب؟ يعني أنا كل ما أقول لك على ميعاد يا محمد تقول لي لأ، طب أعمل إيه؟ الوقت أصلا ضيق جدا ساعة المراجعات، يعني كل المراحل بتراجع مع بعض، أنا بحاول إن أنا أريحكم حتى أديكم المراجعة قبلها، يعني خلاص التمرين هتخلصوا يا عم تعالى بدري يعني من ميعاد التمرين شوية، يعني نص ساعة. نص ساعة بس، أو روح بدري التمرين بتاعك، يا إما نخليها الصبح بدري، أنت قلت لي بلاش الصبح خليكي من 7 بالليل. ها، أنت إحنا كده مفيش قدامنا غير يوم الخميس، ناخدها الصبح من 8 ل 10 الصبح. ده ما نخليها مش في ميعادنا عادي، نخليها يوم الاثنين، طيب ماشي، نخليها مثلا ليلة الامتحان يوم الأحد. حددتوا طب ما انت ميعاد؟ يوم، يوم الخميس قلت لي مش فاضي. ما انا قلت لك وقلت لي الدنيا برضه مش معاك، ومع ان الدنيا مش متظبطه، فهو الميعاد اللي احنا كلنا فاضيين فيه يوم الخميس. انا بدياكوا الحريه تختاروا اي ساعتين ورا بعض اللي انتوا عايزينه يوم الخميس، يعني انا هلغي مواعيد يوم الخميس هفضيها عشان فانتوا ده قولوا لي ممكن ساعتين نخليها ورا بعض. ميس، هو عادي لو خرجت من اللينك دلوقتي عشان في حاجات كنت عايزه اعملها، في احنا ورايا حاجات عايزين ممكن نتفق على اعملها. الميعاد الاول، لان انا مش هقدر ان انا افضل اتكلم في مواعيد تانية كده، فارجوكم نتفق على الميعاد هو دلوقتي. ممكن اخلي ماما تتواصل معاكي؟ اوكي هتتواصلوا؟ طب ما احنا بنتواصل مع بعض دلوقتي، انتوا يوم الخميس قولوا لي الدروس بتاعتكم، انت قلتي لي عندك درس الساعه 5 الا ربع وانت ما عندكش دروس الخميس، فبعد اذنكم اتفقوا مع بعض وبلغوني باي ساعتين ورا بعض يوم الخميس، انتوا اللي هتتفقوا مع بعض لا انا اي يوم الخميس ساعتين. يا مس، انا يوم الخميس عندي درس 1:30 وخمسة الا ربع. ماشي، انا بقول لك بقى اتفقوا مع بعض، انا ما عنديش مشكله في القصص دي، انتوا اتفقوا واللي تتفقوا عليه يوم الخميس انا معاكم فيه، اي طب ما ساعتين يوم من الساعه 6 الصبح يا سيدي لحد الساعه 6. ده من الساعة 6 الصبح لحد الساعة كام؟ 12 بالليل معاك، اي ساعتين ورا بعض بس انتوا الاثنين تتفقوا عليه. ده ممكن من الساعة 2:30 مثلا، من 2:30 ل 4:30. ماشي، على حسب ايه ان تمام معاكي الميعاد ده، اوكي يبقى خلاص الخميس 2:30 لاربعة ونص. ماشي تمام تمام ماشي يا شباب، يلا مع السلامة.